جناحك كسير، لا تخف، فقط قل يا الله وستحلق. أنت متعب، لا طاقة لك للقيام، توكل على الله، لا تستمع لنفسك الأمارة بالسوء. أنت في هذه الليلة مهيئ لتحلق في الملكوت، لا تضيعها، لا تتهاون. هي ليلة نزول القرآن وخير من 1000 شهر. الملائكة تتنزل، أرواح المؤمنين تستعد، كن منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وكما يعبر رسول الله صلى الله عليه وآله، شهر رمضان سيد الشهور وليلة القدر سيدة الليالي. نعم، وفيها يفرق كل أمر حكيم. لكن ماذا أفعل؟ امسك بعصا بقية الله المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وقل له: يا من انحنى ظهره صبرا طول الدهر منتظرا، أتيتك زاحفا سيدي بلا عذر متأخرا. ادعو لكي توفق لإحياء هذه الليلة المباركة وأن يتقبل الله منك ذلك، ولاحظ عجائب التوفيق طول السنة. اجعل للإمام نصيب من دعائك وهو يرد لك هذه الدعوة، أيضا هو يدعو لك. توجه إلى الله حسير الرأس والقرآن على رأسك وأنت تردد: بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله. واطلق حسرات قلبك على تقصيرك وتسويفك، وحضر خشوعك، وتوجه مستجيرا بالله من النيران. خفف ثقل ظهرك الذي أنهكته المعاصي بالتوبة، ونادي: يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. لا تحرم نفسك من محضر الرحمة عند قبر مولانا الحسين عليه السلام، فهو رحمة الله الواسعة. قال الإمام محمد الجواد عليه السلام: من زار الحسين عليه السلام ليلة 23 من شهر رمضان، وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم، صافحه روح 24,000 نبي كلهم يستأذن الله تعالى في زيارة الحسين عليه السلام في تلك الليلة. وفي رواية الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان ليلة القدر يفرق الله عز وجل كل أمر حكيم، نادى مناد من السماء 7 من بطنان العرش: إن الله عز وجل قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السلام. وإذا كنت ممن لا يستطيع الحضور لحرم الإمام الحسين عليه السلام بسبب عذر أو بعد المسافة، فمن سطح دارك قل 3 مرات: صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هكذا علمنا أهل البيت عليهم السلام. وهناك طلب مهم وعظيم جدا في ليلة القدر، حيث يزاحم أهل السماء أهل الأرض. أطلب من الله عز وجل معرفة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، فهي ليلة القدر. واطلب بحقها أن تكون في ركب الصالحين وأولياء مهدي الأمة. اجعل للإمام المهدي عليه السلام نصيب من دعائك وهو سيدعو لك أيضا، وطوبى لمن دعا له إمام زمانه، وخاصة في ليلة القدر. اطلب من الله تعالى معرفته ومعرفة رسوله وحجته. الأمنيات تكتب والدعاء يسمع ويجاب، فلعلك لن تدرك العام القادم لتدعو، فاستثمر هذه الفرصة. وكما يقول الإمام علي عليه السلام: انتهزوا فرص الخير ف
فإنها تمر مر السحاب، فلعلك لن تدرك العام القادم لتدعو. استثمر الفرصة، وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب.